غرض من هذا اللقاء هو أن نقدم لكم جزيل الشكر وعظيم الامتنان وجميل العرفان على جهودكم الأخوة الكوادر الطبية جميعاً والأخوة الكوادر الأمنية في تطبيق إجراءات السلامة والوقاية والعلاج والرعاية والتنسيق فيما بينكم للوصول إلى أفضل النتائج إزاء هذه الأزمة، بحيث أنه المدينة الآن الحمد لله شهدت تحسناً كبيراً في حالات الإصابة وحالات المعافاة لهؤلاء المصابين. ونعرف أنه رعايتكم، عنايتكم، عملكم خلال هذه الفترة كانت فيه مخاطر كثيرة وتحديات ومصاعب جمة، ولكنكم واجهتم هذه المخاطر والتحديات بروح إيمانية ووطنية، لذلك جاءت هذه النتائج الطيبة على المستوى الذي نشاهده الآن مما تشهده المدينة وإن شاء الله باقي المحافظات. لذلك وبحسب ما قرأتم إن شاء الله جميعا من الاستفتاء الذي وجه إلى مكتب سماحة السيد السيستاني الله يديم ظله، أنكم بمنزلة المرابطين في الثغور، هذا واحد. ثانيا يرجى لكم الأجر العظيم والجزيل الثواب عند الله تعالى على هذه العناية والرعاية، وفي الواقع هذه منزلة عظيمة تغبطون عليها، منزلة عظيمة هذه المكانة التي بينها سماحة السيد الثاني دام ظله في هذا الجواب منزلة تغبطون عليها، وهنيئا لكم بهذا التوفيق لهذه الخدمة. نأمل إن شاء الله أن تستمر هذه العناية والرعاية من قبلكم جميعا كوادر الطبية والأمنية حتى تنتهي الأزمة نهائيا. أحببنا أنه من موقعنا كمتولي شارع العتبة الحسينية والأخوة المسؤولين أيضا في عتبة الحسينية وبما نمثله من تمثيل للمرجعية الدينية العليا في أن نقدم لكم الشكر الجزيل على هذه الجهود الطيبة، وإن شاء الله تستمر هذه العناية والرعاية لأن تنتهي هذه الأزمة. نأمل هذه الهمة، هذا الاندفاع، هذا الحرص على خدمة ورعاية هؤلاء المصابين، وكذلك ما يجري من اختبارات وغيرها من الأمور التي تقلل حالات الإصابة، نأمل أن هذه الهمة، هذا الاندفاع، هذا الجهد ليلا ونهارا يستمر إلى أن تنتهي الأزمة. فنسأل الله تعالى أن يحرسكم، يحفظكم جميعا، ويكتب لكم بهذه العناية والرعاية هذا المهم الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله تعالى، وهو الأجر المذكور الباقي دائما الذي لا يفنى. فشكرا لكم، نكرر الشكر والتقدير لكم على هذه العناية والرعاية، ونسأل الله تعالى أن يجنبنا جميعا إن شاء الله هذا الوباء في أقرب وقت ويحفظكم جميعا. نشكركم ونكرر الشكر مرة أخرى، ونسأل الله تعالى أن يجنب بلدنا وإن شاء الله المؤمنين جميعا هذا الوباء ويحفظكم. شكرا لكم، شكرا جزيلا إن شاء الله. تحياتنا وسلامنا إلى جميع الأخوة الكوادر الباقية التي لم تحظى. احنا وقتكم اكيد ما يسمح، ولكن احنا محملين برسائل وامانه. الامانه هي الشكر الجزيل لجناب الشيخ المتولي الشرعي للعتبه الحسينيه المقدسه من جميع الاخوه مثل ما وصفتهم حقيقه المرابطين في سواء في مستشفى الحسين او باقي المستشفيات اللي موجوده في محافظه كربلاء، وكذلك الأبطال اللي موجودين بالمفارز الطبية يعني المتفرقة. شكرهم الجزيل حقيقة للعناية الأبوية والدعم المتواصل من جنابكم، وكذلك الشكر الجزيل للأخوة من العتبة الحسينية المقدسة. يعني نذكر على سبيل المثال للحصر الأخ أبو رقية والأخ حجي عبد الأمير وأبو جنات، الأخوة ملتزمين ويانا حقيقة، واحنا مو في صدد انه تقييمهم ولكن عرض الواقع. اعتقد انه لهم اجر مشابه لاجر المرابطين من ابطالنا في الصد الاول. فشكرنا حقيقه وامتناننا الكبير جنابكم. واحنا ان شاء الله باقين على نفس الالتزام ونفس المرابطه مثل ما تفضلتوا الى ان ينتهي الأمر كله. إحنا أكفد ملاحظة بسيطة،
قبل شوي نتداول ويا الأخوة، نقول إنه هذا المرض عجيب، كلها كانت تتوقع إنه بالعراق وخصوصا في كربلاء إنه ينتشر بطريقة أكثر عنف. واقع الأمر شفنا أكو سيطرة، أكو جهد بذل، أكو تعاون، أكو التزام بالاستراتيجية اللي انوضعت لغرض إنه السيطرة على المرض، ولكن أكو فد جزء مهم بالمعادلة اللي هو اللطف الإلهي. أعتقد أكو كان لطف إلهي سواء من خلال دعاء، من خلال نظرة للتعاون اللي صار ما بين يعني أهالي المحافظة وأهالي العراق، نشوف دعم مستمر للملاكات الصحية، دعم حقيقة يعني من العتبتين المقدستين سواء الحسينية أو العباسية، دعم من جميع أفراد المجتمع من دوائر الدولة، قوات الأمنية حقيقة وقفت ويانا وقفة يعني ما شايفها أنا بحياتي سابقا، أنه تصل إلى مستوى يقولون أنتوا القادة ونحن الجنود. هذا كله خلى طبعا الحمل والعبء يزيد علينا، أنه المسؤولية تكثر علينا، ولكن بالنتيجة أعتقد أنه أدت إلى ألطاف إلهية، توفيق إلهي أنه المرض يسيطر عليه. احنا الان عبرنا مرحله كلش مهمه بالتصدي للمرض، انه حالات الانتقال الاجتماعي ما موجوده صار اسبوعين، وهذا جزء مهم يرجع منه الى توفير اماكن الحجر. جميع الاصابات بالاماكن بالايام اللي فاتت كانت من الحالات اللي موجوده بالحجر، هذا نقطه كلش مهمه. ولكن الان احنا داخلين على مرحله مهمه كلش بعوامل الخطوره، اكثر ناس معرضين للخطوره هم العمال الصحيين، يعني طبيب، ممرض، عامل صحي، موظف خدمه. احنا بدينا اليوم نسوي لهم فحوصات، فان شاء الله تكون الامور يعني دعاكم يعني حقيقه، لانه هذا موضوع جدا مهم وما يريد تصير يعني فالصدمة عند الناس وتصير صدمة، وإن كان يعني هو هذا متوقع، يعني الشخص اللي يكون بتماس ويا المريض بهالفترة هاي متوقع. فإحنا بلشنا اليوم بهاي الإجراءات، إجراءات فحص العمال الصحيين، فنتمنى دعاءكم ودعاء جميع الأخوة إنه تكون النتائج سالبة، لأنه يعني يستاهلون الإخوان إن تكون النتائج سالبة. فأكرر حقيقة باسمي واسم يعني إخواني مدراء القطاعات والأبطال في المفارز الطبية في مواجهة المرض، الأخوة بالحميات مثل ما بينا اليوم كلهم تحت الفحص وما قدروا يجون، راح نسحب لهم عينات ونشوف، نتمنى دعاكم. شكرا جزيلا سماحة الشيخ ودعمكم الأبوي. شكرا. أنا حقيقة في قضية الدعاء يعني يوميا أدعو صباحا ومساء في كثير من الأوقات، ودعاء يومي مستمر أن يحفظكم ويحفظ الأخوة أيضا في الأجهزة الأمنية، بل جميع الأخوة المتصدين للعلاج، للوقاية، للإجراءات اللي هي مقدمات من أجل حفظ الناس، اللي يقومون بحقيقة الأخوة في القوات الأمنية، هذا الإجراءات اللي يقومون بها هي مقدمات لحفظ الناس وأيضا يعني حمايتهم من هذا الوباء وانتشاره. وكذلك بالنسبة للأخوة المتصدين اللي عبرتم عنهم في خط الصد الأول، جميع أدعو لهم ليس في كربلاء بل للبقية أيضا ولكل المواطنين أن يحفظهم ويحرصهم. طبعا الأخوة في الأجهزة الأمنية عملهم متواصل ليلا ونهارا وفي أماكن عامة عرضوا بها لهذه الأجواء وتعبهم وسهرهم أيضا يساهمون من باب المقدمة، ليساهمون في حماية الناس وتقليل أعداد المصابين. أنت أيضا الكوادر الطبية المسلمين في خط الصد الأول، جزاكم الله تعالى خير، وكل العاملين الأخوة في مدن الزائرين في بقية المواقع أيضا لهم دور، بس الدور الأساسي لكم أنتم الأخوة في القوات الأمنية. فشكرنا وتقديرنا من هذا الموقع المقدس إن شاء الله بما نمثله من تمثيل مرجانين عليا، وكذلك في موقعنا في العتبة المقدسة شكرنا وتقديرنا لكم، وإن شاء الله في أقرب وقت إن شاء الله تعود الأمور إلى طبيعتها. والله تعالى أيضا أنتم أم أوصيكم بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى، يعني قضية حقيقة بعد أمام يعني هذا العدو الفتاك ما يملك الإنسان إلا أن يدعو الله تعالى
بشر ما عنده قدر ربما يقف بصد تام ونهائي أمام هيك عدو يعني مخفي، وهالقدرة على الفتك الآن لا يملك إلا أن يتوجه إلى الله تعالى الذي هو بيده كل الأسباب وبيده كل النفع، جلب النفع ودفع الضر مع الله تعالى. وتوجه جميعا أنتم أيضا توجهوا بالدعاء والتضرع والاستكانة إلى الله تعالى والتوبة والاستغفار، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان المبارك نتوجه إلى الله تعالى بالاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع، فإن هذه هي الأسباب التي بقيت لنا من خلال نتمكن، إضافة إلى أخذ بالأسباب الطبيعية طبعا، الأسباب المتعارفة اللي الله تعالى أمرنا أن نأخذ بها، هذه الأسباب الطبيعية لابد أن نأخذ بها، ثم ونتوجه أيضا بالدعاء إن شاء الله تعالى في أقرب وقت. إن شاء الله باسم قيادة شرطة كربلاء المقدسة المتمثلة بقائد الشرطة اللواء أحمد الزويني وضباط ومنتسبي قيادة شرطة كربلاء المقدسة، إن شاء الله نبقى على عهد في مع إخواننا في الصحة، منتسبي الصحة دكاترة ومنتسبين ممرضين، إن شاء الله نبقى على عهد وياهم إيد بإيد خلية واحدة إن شاء الله نعبر هاي المرحلة إن شاء الله. وكربلاء واهلنا وناسنا كلتهم ينعمون بالامن والصحه ان شاء الله، وازمه وتعدي ان شاء الله بفضل دعائكم ان شاء الله وتوجيهاتكم وتوجيهات المرجعيه اللي هي ما قلت ما تقل عن الفتوات اللي فتتها المرجعيه في فتوى الجهاد ان شاء الله، هي سياق امل نتبعها ان شاء الله، وايد بايد ان شاء الله نعبر بهاي الأزمة من أجل إخواننا وأهلنا في كربلاء المقدسة إن شاء الله. إحنا شيخ يعني مو فقط إحنا نتخطط بحظر التجوال والتعاون مع الكوادر الصحية، إحنا وصلت درجة يعني نتصل على السيد قائد الشرطة يقول لكم كذا عوائل محتاجين إلى غذاء وما شابه، يقول هاي سيارتي تجون تأخذون وتحملون، فسيارات الشرطة كانت تحمل المواد الغذائية إلى بعض العوائل، وأيضا يتصلون عن طريق الجهة 104 بحاجة إلى عجلة إسعاف، مرات للزخم الحاصل للصحة اللي عندنا عجلات الإسعاف قمنا ننقل الحالات المرضية بالدوريات النجدة ودوريات ننقلهم إلى المستشفيات، وأيضا حالة ثانية مرات تصير مرات الزفاف مال الأعراس وما شابه، وهذا تدري العريس كذا نطلع الدوريات النجدة ونرتبها وياهم ونطلعهم، هذه فد أمور هواية حالات نعم. إنسانية تعاوننا بها ونبقى إن شاء الله على أهل إن شاء الله في سبيل نعبر هاي الأزمة إن شاء الله بوجودكم ودعاكم إن شاء الله نعبرها كما عبرنا بجهودكم وتضحياتكم، والأخوة أيضا معركة مع داعش كما تكللت بالنصر الكبير وإن طال بها الزمن إن شاء الله، التضحيات اللي قدمت والإيثار حقيقة والروح الوطنية إن شاء الله أيضا بنفس هذه الروح سيكون هناك انتصار على هذا العدو أيضا إن شاء الله. ممنونين شكرا جزيلا، نسأل الله تعالى لكم التوفيق. أنا حقيقة يوميا يعني هذا القضية في الصلاة وفي خارج الصلاة أدعو لكم وللأخوة جميعا أن يحفظكم ويحرسكم، يعني هذا الدعاء احنا نقول يعني اثره موجود الحمد لله نلمسه نعم. من خلال توفيقات يعني موجوده نعم. من خلال النجاح حقيقه من علاج حالات تعتبر بالخارج حالات نعم. ميؤوس منها نعم نعم. انا اذكر يعني شخص يعني بعد هذا خارج اوقات شيخنا في حل بحث عندكم التزام شيء زين، ف شخص عمره 81 سنة بقى عندنا بالمستشفى 38 يوم وصل للموت 3 مرات بالنتيجة يعني طلع سلامات الحمد لله، هذا نعتبره شخص آخر عمره 75 سنة احياء نفس إنسان يعني هذا اعتقد احنا نقولهم للجماعة كل شخص نبذل العناية طول ما احنا قادرين هسه، لان من عرف البركة بيا حب نعم من عرف أيهم ناقص صالح أحسنتم أحسنتم لطيف لطيف إحنا لطيف. هذا الإنسان اللي يدخل يمنك ونتمسك به زين بشكل مو طبيعي ما دام عندنا القدرة، لأنه إذا عبر أرقام معينة بعد ما عندنا القدرة، ولكن هسه اللي وقعوا بيه بالخارج إنه أهملوا هذا نعم. والحديث يقول ولولا شيوخ ركع، فإحنا شيوخنا ملتزمين بيهم، أبهاتنا أمهاتنا ماكو شيء اسمه تاريخ اكسباير بيا منطق، هذا العالم بالخارج خلوا تاريخ اكسباير للاسف الشديد، احنا هنا تاريخ الاكسباير لا
أعمارنا فداء للأعمار. أحسنتم، أعمارنا فداء للأعمار. أحسنتم.